مساء الخير عليكم كل عام وانتم بخير طبعا الاعياد تبدا من بعد بكره وعندنا الحقيقه مصر في الاسبوع ده بتمر باعياد كتيرة جدا فكل عام والشعب المصري بخير النهارده نتكلم على المنظومه العقاريه في مصر ظلت لي سنوات عديده جدا بتعيش مصر عشوائيه مش الاسكان بس لا عشوائيه المنظومه العقاريه ما احناش عارفين ايه الثروه العقاريه في مصر وبعدين اطرافها اه كتير يعني زمان كان بائع ومشتري و اه ووسيط ما بين الاثنين وخلصنا الموضوع لا النهارده دخلنا في كومباوندز بقى وفي مطور عقاري ودخلنا في تمويل عقاري ودخلنا في الصيانة. ودخلنا في رصد للثروه العقاريه وضروره تسجيل اللي عايز يعمل تمويل عقاري يعني اذا اطراف المنظومه اتسعت و آه علينا ان احنا نحط ايدينا بالظبط على المنظومه بشكل جيد، ايه اللي ناقص فيها؟ احنا فين من الاسواق العالميه العقاريه؟ آه ايه اللي مطلوب من تغيير قوانين؟ ايه ضروره التسجيل؟ كل ده هنعرفه من خلال ضيفي العزيز المهندس والخبير العقاري خالد فاروق عضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين جاية من المساحة وعضو مهني في الهيئة العامة للرقابة المالية راح بيك باشمهندس خالد أهلا بيك فندم وأنا طبعا بتشرف بوجودي مع حضرتك في البرنامج الجميل بيك. وطبعا يعني المشاهد الكريم لازم بقول طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه طيب. رمضان وبمناسبه الاعياد واتمنى اكون ضيف خفيف شاء الله. واضيف اضافه للمشاهد الكريم والهدف من يعني اللي انا عايز يعني اطلع فيه في الحلقه ان انا اوصل بعض جزء ولو صغير جدا من الثقافه العقاريه احنا محتاجين ثقافه عقاريه احنا محتاجين <applause> اه محتاجين لانه الناس النهارده لما مثلا الدولة تقول سجله لما تقول تمويل عقاري لما تقول انه في ضريبة عقارية الناس بتتلخبط وما هياش فاهمة احنا كل اللي تربينا عليه العوايد السنوية وخلصت الحكاية على كده ف طب خلينا نقول يعني تعرف وحضرتك في المنظومة حضرتك حضرتك معاك حق أوه. لان الفتره الاخيره كانت بتشهد تغيرات يعني كبيره وخصوصا في القوانين فالمشاهد يعني محتاج صحيح يعني ناس تساعده ان هو برضه تسهل له وصول المعلومه. لو حبينا نبدا بتعريف المنظومه العقاريه في مصر. الحقيقة يعني أنا بشكرك على السؤال هو مصر عرفت كلمة المنظومة العقارية تقريبا سنة 2001 بقانون التمويل العقاري قانون رقم 148 لسنة 2001 والحقيقة هذا القانون هو اللي أوجد شكل أو أوجد كلمة المنظومة نعم. لأن قبل هذا التاريخ ما كناش كان زي ما حضرتك كده قلت في المقدمة كان عبارة عن آه بنقول بائع يعني حتى ما فيش كلمه لسه مطور م. بنقول بائع بنقول مشتري بنقول آه وسيط تمويل عقاري وكان ساعتها هيئه التمويل العقاري قبل ما آه آه تسند الى الهيئه العامه للرقابه الماليه سنه 2015 آه فالحقيقه احنا يعني ده آه كان اول مره يتعرف او الناس ما تعرف على كلمه منظومه عقاري نعم. كان قبل كده حضرتك عارف ان مصلحة الشهر العقاري ونشأت أو بالقانون اللي هو أه سنة 49 1946 قانون 114 الخاص بتسجيل وإشهار العقارات فكان تقريبا الـ 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 الناس بتشتري عقار بتروح تسجله في مصلحة الشهر العقاري عشان يشهر ملكيته ويوثقها. أه تعريف المنظومة الحقيقة جه هو اللي أوجدها القانون لأن كان الناس محتاجة إن هي تشتغل بالتمويل، ندخل عنصر التمويل، والدوله أيضا كانت محتاجة إن هي تقيم الأصول العقارية لديها، ما كانش لدينا مقيمين، وهذا القانون هو أوجد مهنة التقييم العقاري في مصر، وأوجد وسيط التمويل العقاري. هو ده يعني ايه مهنه التقييم العقاري هي يعني في حد خبير خبير يقيم ايوه يعني انا واخد رخصه من انا راجل درست مثلا اكون مهندس او آه. درس لازم يكون عنده خبره اذا كان مهندس لازم يكون عنده خبره 15 عام او اكثر أم لا تقل عن 15 عام اذا كان دكتور في الجامعه خمس سنين اذا كان معاه ماجستير بيبقى 10 سنين حابب يدرس برنامج والبرنامج الموجود او المعتمد من خلال جامعه القاهره نعم. بيدرس من خلال مركز التقييم العقاري كان لي الشرف ان انا ادرسه مرتين مره سنه 2003 وهو يعني اول تقريبا اول دوره ودرس له بعد 15 سنه عشان التحديث والتطوير سنه 2018 فالحقيقه يعني دي دي المنظومه تمام. منظومه التقييم في مصر طيب انا انا عايز امشي مع حضرتك بالترتيب نعم. يعني وان شاء الله تبقى في حلقات يعني استكمالية للموضوع لا إن شاء الله هو الموضوع شيق آه. يعني المنظومة العقارية عندنا ثلاث محاور أو بتمر بثلاث مراحل زي ما حضرتك عامل في البرزنتيشن اللي هتطلع لنا على الشاشة مراحل الإنشاء اللي هي تشمل المطور العقاري إدارة الأصول العقارية تسجيل العقار مراحل التمويل دي قصة تانية هنبقى نجيلها مراحل التسويق برضو دي قصة تمام. تانية هنبقى انجلاء. خلينا طبعًا. نبدا في مراحل الانشاء بس قبل ما نبدا في مراحل الانشاء اتوقف مع حضرتك برضو عند الارقام اللي بتحدد الثروه العقاريه في مصر بانه من 12 الى 15 تريليون جنيه مصري دي جت منين جت منين الرقم ده طبعًا. وهي ايه تمام اول حقيقه كان اخر احصاء يعني آه عملوا عملته اعتقد آه صندوق التمويل العقاري الاسكان انه كان في 2018 قال ان سعر البيت للإسكان محدود الدخل حوالي 250 ألف فتقريبا حسب عدد الـ 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 الوحدات اللي في مصر قدر وهو شيء تقديري وليس حصري إن هي كانت ساعتها النصارة العقارية لا تقل لا تقل عن 10 تريليون جنيه مصري. ده في 2018. ده في 2018 وهو رقم تقديري. مم. الحقيقة طبعاً إحنا النهارده في 2022 فإحنا بنقول لو حسبنا المعدلات بتاعتنا وهنقول إن هي لا تقل عن 12 ل 15 وعايز أقول برضو تقديرياً وأحط تحتها خطين. لان حضرتك امتى هنعرف الرقم النهائي م. لما المنظومه العقاريه تبتدي تكتمل تكتمل تبتدي عناصرها كلها بالتسجيل اللي هو التسجيل التسجيل العقار حضرتك عارف ان الـ الـ تقريبا مصر نسبه التسجيل فيها كان اخر احصائيه للشهر العقاري اطلقها في 2021 قال ان هي لا تتعدى 8% من الثروه العقاريه هي المسجله يعني 92 خارج تسجيل غير مسجلة أو خارج السيستم هنيجي للحتة دي بنقول عليها تمام. عرفية وهنيجي طبعا للموضوع ده تفصيليا إذا هنا إحنا بنتكلم في الرقم ده تقريبي على العقارات كلها على مستوى الجمهورية السكنية فقط أه ولا إيه؟ لا هو يشمل هو هو يشمل كل الـ 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 الوحدات الموجودة هو رقم تقديري انا عايز اقول لحضرتك ان لو عملنا حصر ودخلنا السكني ودخلنا التجاري ودخلنا الاداري ودخلنا كل ودخلنا الوحدات الصناعية ودخلنا كل ما هو كلمة عقار أصل كلمة عقار هو كل حاجة على سطح الأرض مم. يعني ده تعريف العقار يعني المصنع النهاردة ممكن يبقى عقار الأرض الزراعية هي عقار أوكي. فمش بس سكني ولا تجاري ولا إداري على... فإحنا بنتكلم لو إحنا جينا حصر دقيق للثروة العقارية يعني أنا أتوقع الرقم اللي احنا بنقوله بنقوله تقديري ده ممكن يتضرب مضاعفات اكتر من كده كتير لو اتكلمنا على العقارات بقى كلها يعني, يعني ممكن نوصل لرقم كبير جدا تمام. يعني ممكن عشرات الاضعاف مثلا يعني ده ده على الاقل ممكن اكتر الحقيقه محدش هيقدر يعرف المعلومه الا لما بيكون في حصر زي ما بقول لحضرتك حصر أوكي. أوكي. فخلينا نقول تقديري نيجي بقى للمرحله آه الاولى وهي مراحل الانشاء تمام مين هو المطور العقاري؟ تمام أنا عايز بس أقول للمشاهد الكريم إن الـ الـ السكريبت اللي هو شايفه قدامه ده هو ده آه تصور أنا حاطه آه على أساس أسهل للمشاهد الشكل العام للعقار تمام إحنا كنا بنقول الأول البائع يعني كلمة المطور آه آه تقريبا آه يعني حديثة في مصر آه يعني الناس ابتدت تعرفها مع بناء الكومباوندات أو التجمعات السكنية و فكلمه المطور هو تعريفه كما جاء بقانون او مسوده قانون المطور العقاري اللي هي اتعرضت على مجلس الشعب في 2021 وانا بقول مسوده وليست قانون لان القانون لم يصدر بعد وهو ما زال تحت النقاش فاحنا النهارده يمكن هنناقش بعض جوانب من المسوده هنقول الحاجات اللي احنا شايفين فيها ايجابيات كبيره قوي او هنشوف ان احنا كمان بنقول ان احنا عندنا مقترحات عايزين نقدمها وطبعا صاحب القرار هو اللي في النهايه بيقرر ايه اللي بينفع ايه اللي بينفع الناس وايه اللي بينفعش؟ تمام فال ال المطور هو كلمه يعني. المطور جاء اه المطور كما جاء في في تعريف المسوده هو الشخص الاعتباري اللي هو بيقدر يعمل تطوير. شخص اعتباري يعني شركه، ممكن تبقى شركه تضامن، شركه شركه مساهمه، شركه توصيه بسيطه، ما بيبقاش افراد، وهنا كمان المطور مقصود بيه مش المقاول او الشخص اللي بيبني مثلا عدد من الوحدات او من الشقق او بيشطبها، بقول عليه مطور، لا المطور ده راجل بياخد قطعه ارض بيعمل مشروع كبير بيبني عليها وحدات سكنيه بيبني وحدات اداريه بيبقى عارف هنا في لاند سكيب عارف هنا في خدمات كذا عنده فيجن يعني عنده رؤيه للموضوع ده القانون بيختص بهذه النوعيه واللي بنطلق عليها اللي هو هيطلق عليها اتحاد قانون اتحاد المطورين العقاريين. تمام طيب آه يعني ايه المشكله آه في اداره الاصول العقاريه في مصر؟ ده سؤال جميل جدا شكرا. يعني ده يمكن يعني حلقه بنقول عليها الحلقه المفقوده في, آه. الـ في الـ حضرتك هو اللي بينشئ العقار مين اللي هو المطور تمام المطور هو اللي خد غالبا كل الشركات الموجوده في السوق المطور هو نفسه جهه الاداره هو اللي بيدير هو اللي بيعمل الصيانة لكن النهارده قانون بينص بي 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 ان المفروض ان المطور بعد فور الانتهاء بيبقى في الملاك بيعملوا جمعيه عموميه وبينتخبوا ممكن ان هم ينتخبوا المطور نفسه يختاروا المطور نفسه او يجيبوا شركه اداره ان هي تدير لهم الخدمات الموجوده داخل المنتجع السكني بتاعهم فالحقيقه في نقص او في شورتج كبير جدا في شركات اداره الاصول الاخريه في مصر لان الشركات الموجوده او اللي احنا نعرفها او الشركات الكبيره هي تقريبا بتدير اصول الدوله <applause> يعني على القطاع الخاص شركات قليلة جدا فالسوق فيه الحقيقة شورتش كبير أو نقص كبير يجب أن احنا نساعد على وجود مثل هذه الشركات لأن الفترة القادمة هتبقى محتاجة وجود هذه الشركات لأنها وجودها عامل مهم لصيانة وإدارة العقارات طب هو مفيش قانون أو قرار أو رولز قواعد معينة لإدارة الأصول العقارية يعني بمعنى يا فندم اللي احنا ذكرناه دلوقتي من المطور العقاري في ناس كثيرة جدا ممكن تختلف في مواعيد الاستلام في ناس كثيرة لا تطلع الملاك على وديعة الصيانة اللي بتتحط في ناس كثيرة لا تقدم الخدمات التي وعد بها منذ أن امتلكوا وحدات سكنية يعني سواء احنا بنتكلم في اه اه كومباوند متوسط تمام. او كبير الى اخره ده حضرتك كل اللي حضرتك بتقول يعني هي مشاكل المطور اللي ظهرت في الفتره الاخيره نعم. اللي هو مسوده القانون الاقتراحات اللي, اللي هي بتتناقش في لجنه الاسكان وزاره الماليه والقانونيين وبيقدموها لمجلس الشعب عشان يحلوا هذه المشاكل طيب نقول الاول المسوده يعني انا قريتها الحقيقه نقول ايه اللي احنا شفناه في المسوده بيغطي هل بيغطي اسئله حضرتك هل آه. بيغطي عليها بالاجابه عليها واذا ما غطاش الاجابه عليها يبقى إيه نقول ايه المطلوب تمام. فانا هبدا الاول ب بعد قراءتي للمطور هقول ايه هي الايجابيات اللي لقيتها في مشهد اتحاد المطورين العغرية. تمام. اول حاجه ان هيبقى ليهم مظله رسميه الناس دي هيبقى ليهم كيان رسمي اسمه اتحاد المطورين العقاريين في مصر كويس. ودي الحقيقه كيان هيبقى مسؤول عنهم مسؤول عنهم الكيان ده هيبقى أه أه منشور عندهم ان هم في جهات تنظيميه في جهات رقابيه في جهات اداريه في تطبيق قواعد السلوك بيحط معايير المهنه ده يبقى مظله للمطور العقاري الحكومي والخاص هو هنا احنا بنتكلم اللي تابع للدوله فقط لا احنا هنا احنا هنا بنتكلم على المطور المطلق انا ما جبتش انا ما جبتش سيره ولا تمام ولا يعني القانون ما قالش ولا خاص ولا ولا عام ولا عام. هو بيتكلم على المطور العقاري تمام آه طيب هنقول ال 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 يعني الايجابيات اللي اظهرها ان هو هيلزم المطور ان هو يجهز دراسات جدوى يعني النهارده في بعض الناس دخلت السوق دخلاء على السوق أم ما عندهمش الفكرة يعني ما عندهمش الكفاءة المهنية مثلا ان هو يبني مشروع او كذا ما عدش دراسات ما م. عندوش ما جابش ناس عملت له مثلا دراسة جدوى اقتصادية ومالية للمشروع هل هو هيربح ولا يخسر النهاردة عمل حسابه التضخم احنا النهاردة بنعيش مثلا التضخم في مصر كان من خمسة ونص لتسعة معدل متوسط وسبعة ونص اللي يمكن في شهر ابريل متوقع انه يسجل 12% م. فالنهاردة هل المطور اللي بنا ده هل عملت دراسة وحط في اسعار اللي بيقولوا احتمال الاسعار تغلى احتمال كده وبناء ما فيش ثقافه او ما فيش دراسه تمام فهنا الجميل في الايجابيات اللي حطها القانون ان هو هيخليه يحط دراسه الجدول الاقتصاديه والماليه والتسويق والتسويقيه وكمان التصميم على اساس ياخد الترخيص يعني هو مش هيقدر ياخد رخصه المشروع الا لما يخلص الجزئيه ايجابيه اتنين تمام تاني حاجه ان هو يحط ميثاق شرف للمهنه يعني النهارده ليها تقاليد ليها معايير دوليه متعارف عليها ما فيش مانع ان الكيان ده ينضم لكيانات دوليه في كيانات دوليه ليها خبرات وبتحط ميثاق ومعايير احنا زي ما بنقول اسواق نشأه يعني احنا فكره الكومباوند تقريبا ثقافه جديده يعني ثقافه يعني جديدة, يعني جديده يعني مش عايز اقول جديده لان 10 سنين يعني مثلا ولا 15 سنه انا عايز اقول ان جوهر الصقل ما بنى القاهره وبنى اسوار ليها كان اول كومباوند والكلام ده سنه 1970 اه هو ما يدخلوش ان هم ما يخرجوش يعني. وطميل. صح. هو ده يعني هو ثقافه الناس يعني بس الحقيقه هي تخرج بره ان هي صور وان انا بجيب منتجع سكن وبحط له صور اذا كانت ثقافه ان انا هحط له صور وهو ده منتجع لا يبقى الحقيقه ثقافه ناقصه لان هنا النهارده عايز اعمل خدمات الراجل الموجود ده لازم بلي خدمات في كلاب هاوس عايزين أولاده عايزين يمارسوا رياضه في خدمات لازم مثلا اذا كان اذا كان في انشطه ده كل ده جوه الصور كل ده اللي جوه جوه الصوره اه بس النهارده بيبقى فيه اسوار يعني بنلاحظ كومباوندات وبيقولوا عليها كومباوندات وبتبقى النهارده مثلا بيبقى تجمع سكني معين بيقولوا يا جماعه تعالوا احنا هنعمل سور وبقينا كومباوند لا هي يعني الحقيقه برضو لفظ كومباوند ده عايزين يبقى دقيق شويه يعني تمام. يعني المتجع بيبقى فيه جميع الانواع الـ 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 الخدمات المتاحه يعني مم. ميثاق شرف ده نمرة 2، نمرة 3 ميثاق شرف نمرة 2، ان هو هيبقى في تصنيف للمطورين وفي الـ الـ هيبقى في فئات، يعني النهارده هل هنجيب مطور كبير بيبني مدينة كبيرة وحاطط فيها مدارس دولية وحاطط فيها أندية وحاطط فيها كذا، زي مطور بيعمل مثلا عدد معين أو عدد معين من الوحدات السكنية، فأكيد ده فئة والتاني فهيبقى في تصنيف للفئات للمطورين، دي برده من الايجابيات اللي اوجدها مشوار القانون، ومن برضو من الايجابيات هي اخضاع الاموال للاتحاد دي هتبقى خاضعه للجهاز المركزي للمحاسبات. مم. تقريبا دي الـ الـ أكثر الحاجات اكثر الإيجاب اكثر الباقي هو شكليات أي. لو نطلع بتقرير للشارع المصري يعني عن برضه مفهومه عن المنظومه العقاريه ونرجع تاني نستكمل نشوف ايه السلبيات او ايه المطالب اللي ينبغي ان توضع في المنظومه العقاريه لضمان السير بشكل جيد يعني بعد التقييم المنظومه العقاريه ممكن نقول عليها ان هي كل الاعمال اللي يعني بتساهم في ديمومه واستمرار يعني حيويه العقار او يعني صلاحيته للعيش فيه ان الناس تقدر تعيش فيه ممكن ندخل فيها كل الاعمال الصيانه الدوريه اللي ممكن يعني يقوم بها السكان او حتى تشرف على الجهات الرقابيه زي الاحياء والمجتمع المحلي او وال يعني ممكن حتى ندخل فيها الهيئات الاستشاريه الهندسيه التابعه للجامعات وكليات الهندسه وما الى ذلك مفهوم الصيانه ان لازم يكون في تعاون ما بين السكان وبعضها حفظا لسلامة وأمانة الساكن قبل أي شيء تمام والشكل العام الحضاري المطلوب مننا كمصريين في يبقى فيه شكل كويس أه والصيانه دايما بتبقى يعني ايه حاجه مفيده لينا كلنا الصيانه بالنسبه للعقار طبعا احنا عارفين ان اللي يخص اي عقار طبعا الحاجات اللي هي في اي منشاه حتى عامه او في عقارات او كده موضوع شبكات الصرف الصحي اللي في في العمارات وخاصه العقارات اللي هي من من في البنى القديم دوت فطبعا ديت بتبقى معموله بشكل كانت معموله الاول بشكل حلو ولكن مع مرور الزمن أصبحت متهالكة بتعمل زي تسريب مية طبعا تحت المرفق عامة يعني وطبعا ده بيسبب ضرر جامد وخاصة شبكات الصرف الصحي ده بالنسبة للصرف الصحي بالنسبة للعمارات اللي مثلا فيها اسانسير طبعا لازم يبقى في اتحاد سكان بيشقر دايما على اسانسير صيانة بشكل دوري العقارات اللي احنا ساكنين فيها لازم ان احنا نحافظ عليها يعني الصيانة الدورية للكهرباء نعمل ان احنا صيانة دورية يعني دورات المياه السباكه الحاجات الصرف الصحي في في الشقه طيب برجع لكم تاني وبرحب بالمهندس خالد الخبير العقاري والحقيقه احنا شاطرين قوي في ان احنا نقول حاجات جميله كده قدام الكاميرا يعني ان احنا لكن احنا خلينا نقول بواقعيه شديده جدا مش مهندس تغيب عن معظم آه الـ الـ المؤسسات و... او الصيانة. معظم الافراد كمان او معظم الساكنين ثقافه الصيانه ثقافه الصيانة. احنا لما نقع نروح للدكتور صحيح لكن داك. قبل كده ما هي ماشيه يعني ايه اللي هي رغم انه الدنيا بتتطور يعني احنا لو شفنا المدن الجديده والمدن الذكيه والعاصمه الاداريه الجديده لا دول عاملين انفاق للصيانه آه، آه، تنزل جواها مدن بس خلينا يعني نتكلم على ثقافه طيب. الصيانه قبل ما نقول السلبيات طيب. اللي يعني هو السكيل كبير طبعا, طبعاً. لمطلق الموضوع الصيانه مفهوم الصيانه فهنقسمه جزئين هنقسمه نقول ان هو في سق... يعني صيانه الكمبوندات او المنتجات او المدن الخاصه او الكمبوندات وفي صيانه العمارات اللي هي الوحدات السكنيه نيجي الجزء الاولاني تقريبا بيخص اللي هو المطور يعني هو الجزئيه اللي احنا بنتكلم قانون المطورين تمام اه وده اللي احنا اه يعني عايزين اه نناقشه يعني الحقيقه احنا كنا وصلنا لاخر حاجه قلنا ان احنا الايجابيات قلنا الايجابيات بالقانون طيب. وبعدين وبعدين تبقى ترجع تقول على ثقافه الصيانه الاخرى هرجع اه يعني انا <applause> انا مع حضرتك, أنا مع بالتصال حضرتك, حضرتك بالتصال هو ده. طبعا هي نقطه الصيانه جايه تمام لكن خليني اقول ايه المقترحات كلها اجمالا تمام بالنسبه اللي احنا ال 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 كخبراء او كناس في السوق <applause> العقاري عايزين ان القانون يغطي او يشمل خصوصاً أنه يحل مشاكل حضرتك من شوية قلت لي الناس اللي بتدفع فلوس الناس اللي بتتأخر الناس اللي كذا الحقيقة في عوامل تانية مزبوط. فخليني طبعاً أقول إيه المطالب إن... أو السلبيات يعني ال 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 الحقيقة العود يعني العود أول حاجة تلفت نظر حضرتك كلنا يعني تقريباً صح هي عقود إذعان ازعاج اللي... اه طبعا. هي عود من طرف واحد مم. يعني اللي هو مين؟ اللي هو الشخص اللي... المطور ما... آه. انا مش مطور. هو اللي كان بيطلق عليه علي مجازا قبل القانون بيسموه المطور. آه. الحقيقه هو ده عقد ازعام بشكل احادي وخصوصا يعني اللي بيشتري بيقسط او حاجه تقريبا ما عندوش حته ثقافه العقود او كذا فتقريبا كان بيوقعوا في يعني ولو عنده يعني عاجبك تمضي مش عاجبك ما تاخدش بالظبط يعني هو هو كده هو استنبا وده الحقيقه اللي احنا عايزين نقول ان م. هنا يا ريت يكون في عقود ستاندرز يعني عقود نموذجيه والحقيقه بعض الخبراء يعني يمكن اتكلموا معايا في الجزئيه دي وطلبوا بيها قبل كده ليه ما يكونش في عقد ستاندر يحمي كل الاطراف احنا لسه بنقول ان حضرتك لما ذكرنا اطراف المنظومه م. احنا تملي لازم يبقى عندنا الفكر احنا ما بنعملش للجزئيه اللي قدامي ما بعملش الطرف او تمام. الطرفين انا عايز الفكر او العقد نفسه يشمل كل الاطراف طيب ده, ده ده يبقى انا ده عايز اقول العادي مطلب الاولاني او ستاندر وتشمل كله ودور كل واحد فيهم صح. يعني, يعني النهارده دور المطور ايه دور الـ 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 المشتري ايه والمشتري برضه عليه عليه التزامات النهارده هو لما بيجي يبيع بيبيع على مساحه الصافيه ولا كل إيه مم. وحضرتك لما بتروح تسجل بتكتشف في الـ في, الـ في المساحه آآ آآ ان المختلف ان المساحه مختلفه وعشان كده انا بضم صوتي لا وكو. وبيوعدك بحاجه لا ده وما تلاقيهاش ده انا هقول لحضرتك نقطه قويه جدا طب انا النهارده حضرتك بتاخد رسم هندسي من المطور بيدوه لك مع عقد البيع مثلا بيقول آه. لك مواصفات التشطيب او حاجه آه. زي كده طب ايه المانع حضرتك ان انت نفكر بنطاق اوسع أي. شويه حضرتك هتروح بعد كده تسجل عقار مش كده؟ آه، نسجل تمام. الرسم البياني نسجل. وحضرتك لا من ضمن شروط التسجيل ان حضرتك هيطالبوك برسم هيطالبوك برسم مساحي ولازم يكون معتمد من هيئه المساحه العسكريه او من وزاره التخطيط هي إيه هي تقريبا ثلاث جهات متعارف عليهم وليهم فروع في كل المحافظات يعني الدوله ابتدت تسجل طب ايه المانع ان المطور نفسه هو اللي يعمل المساحه المعتمده يبقى انا النهارده لما راح اشتري مساحه منه خلاص عارفها هي انا خلاص عرفت أه. طيب يبقى دم انا ضمن بيخطروني نه. ان فاضل اربع دقائق على اللقاء وانا عارف ان الموضوع يعني كبير انا اتفاجئت ف... الحقيقه أه. إن انا الموضوع أه. يعني طيب. انا اتفاجئت طيب قول لي العود. يعني دي حاجه المطالب ان احنا في في حاجه ثانيه مهمه جدا اتفضل في دبي وبعض الدول عارفينها جدا حضرتك يمكن يعني بعض الناس ممكن نسمع عنها اللي هي السكرو اكونت حساب الضمان حضرتك لسه قايل من شويه في ان في ناس بتشتري وبيتاخروا عليهم وممكن صحيح. يقعد بدل 30 تبقى 70 واحيانا بيبقى في قضايا واحيانا بيختفي مظبوط طيب النهارده ايه هو حساب الضمان هو بدخل البنك كطرف ثالث ضمان ضامن بقول له انا حول لي الالتزام العقد اللي ما بيني ده وما بين المطور حطوا لي عندي بالالتزام بحيث ان هو يخلص الجزء الالتزام اللي في العقد ياخد فلوسه صحيح ده بشكل ده جدا فا ف... ليه ما من... ليه ما نطبقوش؟ يعني ال... النقطة الأهم اللي حضرتك بقى اللي هي التقرير قالها ليها آه. اللي هي الصيانة آه إن هو ضروري إن, ال... إن هو لو حتى إن هو بيدير لا إن النهارده النهارده إن هو قانون بيلزمه إن هو إن في جمعية عمومية من الملاك وإن هم يوافقوا إن هما حي... كشركته اللي هي الشركة المنشأة المطورة إن هي تدير وتكمل لإن في شكوى كتير جدا بعض الناس وجدوها ببعض بعض المنتجعات او كذا بما يسمى فروض الصيانه، يعني. هو الفرق ما بين الوديعه اللي حضرتك لما بتيجي تشتري عندهم شريعه او تشتري وحده سكنيه او كذا بيطالبك بوديعه. مم. الوديعه دي هو بيجمع الوديعه وبياخد الفايده بتاعتها بيصرف على الصيانة. على الصيانه. تمام هو بعد كده بيقول لا مش مكفيه بقى يا فندم من حق ال ال الملاك ان هم يطلعوا على الفلوس بتاعتهم دي والوديعه دي اتصرفت في ايه خلال السنوات الماضيه؟ هي ده نقطه الخلاف الموجوده حاليا واللي احنا عايزين ان القانون آه. يغطيها طبعًا. ان هو زي ما حضرتك قلنا يخضع حضرتك لو رجعت من ضمن الاجراءات ان هو يخضع لجهاز. المحاسبات المركز م. المحاسبات مزبوط. يبقى لازم برضه نقطه الصيانه هي تخضع للجهاز المركز المحاسبات لازم يجيب تقرير محاسبات لازم يقول ان اللانسكيب ده كلف كذا وصيانه البول دي كلفت كذا وصيانه العمارات دي كلفت كذا بارقام معتمده اذا كنا هنمشي الخط السحري للموضوع ونجاح المنظومه العقاريه في مصر حاجه واحده بس توثيق كل شيء ان أوه. انا اوثق كل خدمه كل خطوه حد هيعملها تكون بشكل موثق طب هل في لجان مش... استماع بيستعينوا بالخبراء في مجلس النواب لوضع هذا القانون الحقيقه احيانا اه واحيانا لا يعني عشان اكون صريح مع حضرتك مم. لكن احنا بنحاول نوصل صوتنا من خلال مثلا السوشيال ميديا من خلال احنا كخبراء بنقعد مع بعض نتشاور مع بعض بان احنا ببالينا هو بنحاول نصور يعني الحقيقه بيبقى المفروض ان هو بس مش, مش الخبراء بس كل يعني. عناصر احنا لسه قايلين المنظومه ليها عناصر فالمفروض ان انا لما اجي اعمل حوار اعمل مع كل اطراف المنظومه يعني احنا طالبين رصد للثروه العقاريه ايه اللي منع فيه يعني الشفافيه يعني تمام الشفافيه ده حد... والتوثيق ممكن. انا عايز بس اخر سؤال اسالك فيه عن التسجيل ايه اهميه التسجيل ولا في مطالب تانية للقانون؟ لا في مطالب تانية وهو هو حتى جهاز حمايه المستهلك دخل في الموضوع ما هو الحقيقه في بعض الجهات داخله في الموضوع يعني النهارده كان بيحصل هيك عايز تتنازل على الوحده فبيطالبك برسم تنازل نعم بتروح الشرع العقاري بتدفع رسوم فانت هتدفع رسوم كم مره في التنازل نعم. على الوحده فالنهارده قانون حمايه المستهلك قال لا والدوله قالت لا ما, فيش رسوم بتدفع فلازم ده يتحط برضه في التعديلات للمطور ان انا لما اجي اتنازل على الوحده ان المطور ما ياخدش مني نسبه اللي ساعات الحقيقه بيحطها نسبه من من العقد ان هو كمان حاجه مهمه جدا انا اسف انا اسف الوقت انا ان هو ما يعلنش ما يبتديش يعلن وحضرتك لو سمعت قرار سياده الرئيس الفتره الاخيره لو لما لو يكون عدى 30% في ولا يعلن عن حاجه النهارده على الارض او لسه حتى ما خدش التراخيص ولا خدش القرار الوزاري ما خدش الارض ما خدش ما خدش انا اوعدك يعني وده هيمتعنا جدا ان احنا يبقى لنا حلقات عن الثقافه العقاريه في مصر لانه ده موضوع بيشغل كل الناس خاصه انه كمان في قوانين زي الايجار القديم بيتم مناقشته فاحنا عايزين نفتح الملف ده على مراحل في برنامجنا انا بشكرك شكرا جزيلا آه. اولا أنا على هذا اللقاء كل عام وحضرتك بخير المهندس أغنب. والخبير دا. العقاري دا. خالد فاروق عضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين وعضو مهني في الهيئه العامه للرقابه الماليه بشكرك شكرا, شكرا جزيلا شكرا. يعني الموضوع كبير يا جماعه فيش حد في الدنيا المسكن ده اصله من المطالب الاساسيه للحياه وانت النهارده بتبقى عايز كمان تشتري لابنك او لبنتك آه شقه، آه النهارده دخلت في ثقافه آه التسجيل، ودخلت في ثقافه المجمع السكني، ودخلت في ثقافه مختلفه عن الثقافه العشوائيه، وشقق جديده، يعني وفي ضرايب عقاريه، كل الكلام ده احنا محتاجين نبقى على وعي بيه ونطرحه على ترابيزتنا، ونقترح على الحكومه، ونقول لهم ممكن يحصل ايه من خلال الخبراء، نتمنى ان احنا نوصل في النهايه الى منظومه عقاريه جيده. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي كل عام وأنتم بخير